السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فائنلی دوستوں میں آ چکا ہوں مسجد نبوی حرم شریف عیسیٰ کی نماز پڑھنے, اور تراویح بھی پڑھیں گے ماشاء اللہ. پھر واپس جائیں گے گھر اور دکھاتے ہیں پورا آپ سب کو ویڈیو مسجد نبوی حرم شریف. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا.
أسماؤك فبلغت الغاية في الخير ودوامه. نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تجعلنا ممن توكل عليك حق التوكل، وأن ترزقنا أحسن ظن بك يا رب العالمين. ربنا من أسمائك الطيب المنزه عن النقائص والعيوب، نعوذ بك من الشرك والشك وليس بعدك شيء. أحينا مسلمين وتوفينا الفرائح وأبينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة المسلمين، وارفع درجاتهم في عليين وحشين، وانفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. ربنا أنت الواسع وأنت ذو الفضل العظيم، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا خير الوارث. ما شاء الله سبحان الله، دیکھ سکتے ہیں آپ اتنا خوبصورت بہترین نظارہ ہے مسجد نبوی کے اندر کا، اور الحمدللہ نماز ادا ہو گئی ہے جیسا بہت ہی خوبصورت مندر ہے مسجد نبوی کا، ماشاء اللہ.